داني يو داني دانا اللي داني دانا يو داني ويونا إليه ويه شعلو ما شعلو شو اخبار ابدا دامت علوم الخير علوم الخير مسرات من صوبكم بخير ما شاء الله تعيش يا مرحبا وسهلا حي 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 الله يحييك المحضار نعم المحضار لقبك المحضار طبعا المحضار معروف معروف الشاعر الغنائي الشاعر اليمني اي نعم الله يرحمه حسين ابو بكر المحضار حسين ابو بكر المحضار نعم نعم معروف نعم وانت لقبوك المحضار زين ايش سالفتك والله يا اخوي سالم المحضار هذه اولا يعني انا كنت في اليمن وعشت فتره يعني طويله ما يقارب 5 سنوات في اليمن نعم ما شاء الله واساسا اتابع يعني الشاعر حسين ابو بكر المحضار هذا انا اتابعه يعني من اول ومعجب كلماته في اشعاره في طريقته يعني نهجه وهذيك اليوم والله كذا بالصدفه كاتب قصيدة وحط المحضار بروحك روحي آه ورسلت القصيدة بالتواصل الاجتماعي والله تفاجأت ان الاخوان مسكوا علي المحضار 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 ومن ذيك اليوم المحضار وحده هي المحضار ماشي الحين عبد الله المشيفري بين قوسين المحضار احنا ورانا مشوار نعم بنسولف بنتحكى نعم وحد بيقول بنتخرف بنتخرف بنسولف انتوا بنترمس انا اسالهم عبد الله اي نعم تسموها خروفه ولا تسموها حكايه نعم ايوه انت شوف بقول بنرمس نترمس بنترمس مثل ما تقول يعني ما بالاساسيه انت حكى بنت حكي يعني حكي بسيطه ذي لكن هالرمزه لا طويله صحيح بنرمز ايوه ايوه وانت خرف لا ما نقول بنت خرف خروفه معنى حن هذه يعني حكايه حال يعني صغيرين صغار اول كذا يقولونهم خلفكم خروفه ايوه ايوه النهايه كلها معناها واحد كل معناها واحد ايوه هاريه سالفه رمسه خروفه زين المعنى واحد حكيني قول لي نعم خرفني نعم رمسلي نعم رمسني نعم هات كنت اسال عن ناس مالي يعني والمهم منه وجدت فيهم القصيده هذه
كان يعني أنا انتظر حد وما جاء في محفل وسويت هذه الرمسة. يعني تعرف أنت يعني لما يكون شخص يعني يغيب عليك فترة طويلة وما تلقاه وماذا، أيوة، فأنت يعني تبدأ تتساءل هذا الإنسان وين هذا، يعني صحيح كيف يعني غيابه هذا الشخص. فمما عرفت أنا فيما بعد إنه هذا يعني مريض، شخص مريض هذا. أيوة أيوة هذا مريض. يعني هلا الناس اللي تسأل عنهم أنت مريضين؟ أيوة مريضين. فأنا طبعاً أنت ما تعرف كنت شاعر، يعني لما تجي مناسبة من هذا النوع، فهمت علي؟ يعني أو مثلاً حدث إن شخص يمرض أو شخص يحب يعني يوصل له رسالة. صحيح. فهمت علي؟ خاصة إذا هم غالين عليك. خاصة لما يكونوا غالي عليك، لما يكونوا يعني ناس أنت تعزهم هم يعزونك. نعم. فهمت علي؟ ما جت هذه الأبيات في رأسي. إيش قلت؟ قلت أنا البارحة الود بكاني وبكاهم. البارحة؟ البارحة الود بكاني وبكاهم، ويا ليتني في اليهد ميهود شرواهم، ويا ليته الموت ياخذني ساهم، ويا شكوني لهم ظلة وحرقيني، ويا غبة الموت نفيهم غرقيني، دمعي سقن خيل سبع أيام شرقيني. شوفوا الزمن كيف خلاني وخلاهم، شوف الزمن كيف خلاني وخلاهم. عن هاي الشاعر دائما يعني يحاول ان يجعل الامور سهله بالنسبه لي. يعني بحكي لك عن قصه واحد من الاخوه من الشاعر. اها زين. وشاعر مكن. نعم. شاعر يعني معروف في المسبع. نعم. لكن رحمه الله عليه يعني توفى على هذا، يعني يحاول بقدر المستطاع انه يتميز يعني، وفعلا هو شاعر متميز، لكن دائما يتغلب عليه، يحاول يشوفك انت ايش بتقول له. اها هذا من طبيعته، يحاول يشوفك اي انت عندك، يختبر يختبر. ايوه يختبرك. فقال يقول بدوة سلامي عليكم في الضمير يحط، بدوة سلامي عليكم في الضمير يحط، ومن كثرة الشوق أبكي يا أهلي وانحط، حثيت عمري وييت لغيكم مشتط، الشوق قابض على الفواد ميدارة. الشوق يعني شبه الشوق بالجسم. أيوة. الشوق قابض على الفواد ميدارة، واليوم عني قلوب من دارة، اللادمي ما يبدل دار. لقيت أهل الهداية وتارسين شنط، شوف لقيت هدايا وتارسين شنط. الحين الشعراء اللي موجودين سمعوا الكلام، يعني سمعوا الكلام. الحين بيقول لك أنا ما نقدر نتبعه، يا الخشن وباكر بعد بيوصلنا أبعد من كذي. لكن خبرك هني ما بنشوف لغير عبد الله. والجواب لازم ارتجلي، لأنك أنت في في في, في, في واقع المحفل. قلت له حي بسلام لفاني وياي بردوده، وما شي شر الشوق شي يطمز الفوده، الشوق تلاف لانكثر عن حدوده، وانسلتني عن قلوب الناس انواعي، حد يشترونه وحد رخيص يبتاعي، كلفت قلبي واشوف اليوم ما طاعي، لتشوف إن بخير عندي الروح ميهودة، لو تشوف إن بخير عندي الروح ميهودة. قال أنت من قال لك تغني؟ أنت من قال لك؟ أنت ما تشوف ناس شعراني غيرك أنت؟ كيف للجامع يصير بو ناجح وبعزل اثنين بدر ثاني؟ أنتو دور ثاني، عبد المهدي ويمعود ثاني. قولي أنا إذا كتبت حاجة مقصف في موقف ما احب اني انشرها. زين. ولا احب هذه بيني وبينك، بيني وبينك. لا لا بيني وبينك مليون شخص. موتر الكشته في بلادي يا زين، ممشي التهادي تتخطر في ساح ووادي، والراس يتمايل وويل. ادعونا ادعونا ولا الحين. ادعونا ويزور
على الشارع. الحين إلى الرزحة. الرزحة الرزحة أصعب الفنون. أصعب الفنون. ليش أصعب الفنون؟ لأنه الرزحة أول شيء كلامها يجب أن يكون يعني مفهوم للناس كلها، وكلام الرزحة لازم يكون المعنى يعني ما تجيب الكلام مباشر، الكلام يكون له مغنى وله معنى داخلي، له معنى داخلي، وهذا يعني يخلي القصيدة صعبة. اللي هو يعني شاعر رزح متمكن بسمع كلامه لكن له مدلول، كلامه له مدلول. أيوة. كيف؟ فحن بدينا الرزحة، بدينا في يعني أول شيء ما بديت أنا، بديت بس أسمع الناس يقصدون، أسمعهم لكن ما أألف، أألف داخل البيت أكتب لكن ما تمشي المحفل، ما تقرأ في المحفل. لا، لأن في ناس دواهي صعبين. حاجة بتي أنت منك بتجيب كلام بياكلوك بياكلونك، فهذا الشيء صعب. بعدين ارتجالي، هات كلامك، هات إيش قلت ليك الساعة يفهمونك أنت. أقول لك شاعر ولا مشاعر عبد الله؟ نعم. ما تكتب في تليفون وتمشي لا تكتب في تليفون، بيورونك أنت تليفونك مرة بيشوفونك إنسين. أيوة، أنت ما شاعر، أنت كاتب تليفون، أنت يمكن كاتب لك. أيوة. لا. من ضمن هذه يعني اللي أنا أقول لك، يعني أنا نفسي يعني حصلت اختبار يا بولي، شاعر شاعر رجال يعني قديم. مارس قديم، فقالوا معنى شاعر يوم بيرمس وانت بترمس معه. زين عبد الله، ايش رايك يعني نعم. نكمل السالفه في مكان، نشوف انه مكان نكمل فيه السالفه. زين، على بركه الله. زين انزين انسولف ها انسولف هنا تحت. ننسولف. نعم. زين، انزين عبد الله. نعم. ويوم تشوف الرجال، يوم تشوف الرجال يعني ما يوحي لك على ان هذا يعني شاعر، على ان هذا، وانت يعني يمكن تقول هاي رجال يعني جاي مثل حاله حال المتفرجين. نعم. فهمت علي؟ شايب، هو شايب، شايب، لكنه هو ما سهل. هاي مارس، مارس ومن الاوليين، ومن الاوليين. فهمت علي؟ معك. قال قالوا يلا بيتقدم هو شايب. هايوة. أها. قال ما حد تعذب كثر أبو زيد الهلال، ما حد تعذب كثر أبو زيد الهلال، يبات يسرب ليل ليبر الصباح. وعليت بعدته فوق طيبات اليمال، ويلي رمته من فوق الدشة طاح. شوف انت. هايوة. يا الله، هذا كلام الشايب يعني ما أقدر أسقط منه شيء يعني. نعم. طيب كيف الحين أنا بقول لي يعني تكذب؟ ما يصير. صحيح. كيف بسوي؟ قال ابو زيد الهلالي، قلت انا خلوا الشايب، انا بعي له حكم اليوم. اها. ولازم التحكم. لا، ما يصير عاد، انت خلاص انت. أه. الحين يعني مثل ما تقول يا تكون او لا تكون. زين. قلت لنا، قلت له الود ما يرحم صناديد الرجال. الود ما يرحم صناديد الرجال، وما ظنتي في الود مخلوق استراح. صحيح. سمعني، تسمعني، الود ما يرحم صناديد الرجال، ما ظنتي في الود مخلوق استراح. عن تربني شداد غاصت بالرمال، في شف عبله شل طعنات الرماح. ما لأبو زيد الهلالي، ما لأبو زيد الهلالي. بعد عن ترك قال مني بعد يا ها؟ طلع عني شاهد مشكيها شوية ها؟ ها. ويعني قال بأخبرك من كان ما عندك دلال، بخبرك من كان ما عندك دلال، من يوم صغره عنتر ما ضرب بسلاح. صحيح. يفرح فؤادي واصل في البلد خيال، اسمع كيف الضرب، يفرح في البلد خيال، رخصه وسماحه لان ريت الدروب سماح. لا لا، ريت الدروب سماح. كان شوف وين كان الدروب ما سماح؟ كان شوف هين. ايوه. وين كان الدروب؟ حاضر على عمرك. شوف كان تقدر طوف. أيوة. كان تقدر؟ ايوه. هاي. لين كان الدروب سماح. شايب ابي محني؟ لكن خبرك خلاص اللي فيها فيها.
قلت له عنتر شقاه الود في سود الليال. عنتر شقاه الود ويقول عنتر ما ضرب لكن اقول له عنتر شقاه الود في سود الليال اشهد له الغر الضباح. صحيح. وبرق يا صاحب للصباح ليال بطل صيد شرس ميها بالكفاح. ما يحتاج لك دروب سماح. ما يحتاج. مرة. والله رمز طويلة. رمزنا أنا ويا رمز طويل. تتذكر؟ تتذكر إيش رد عليك؟ لا هو هني ما أنا ما أتذكر لكن آخر شيء أتذكر من كلامي أنا قلت له الشط ييري ومورده عذب انزلال. الشط. ييري. ومورده. يعني يقرها الشط ييري ومورده عذب انزلال ومن شرب التاب تنال صعدك والفلاح. أتذكر. هذا عاد انتشط. أتذكر عادي هو أيوة أتذكر. هذا انتشط. الله يغفر له ويرحمه. أقول لك انتشط. أنا الشط أيوة انتشط. أيوة. أنا أقول له مستمر معك. أيوة. وشرب. قال أهلي بشط ياي من يم بالشمال. شوف أنت. بتشرب البلدان عن شرب الملاح. انته ربيعي. وبرسل لك عمامة شال ودي أزورك كأن مكسور الجناح. أنا ما عندي سيارة. والله بيك البيت بيك. كيف يقول؟ أهلي بشط ياي من صوب الشمال. بتخصب البلدان عن شرب الملاح انتهى ربيعي وبرسلك عمامة شال ودي أزورك كل مكسور الجناح ريال يقول ما عنده مثل هذه ومسكني ريال يعني اسمه وقال لي يا ولدي ما يعني شهد لي وقع لي وقال لك مشي كالدرب ما يحتاج زين هي نعم بعد ورانا سوالف عن الميدان بنسولف عن قصة أبوه الله يرحمه نعم وخاله لكن نعم هنسولف في السيارة زين وحن ماشي زين زين عبد الله نعم عاد الحين بنسولف على الميدان ما الحين ما انت عاد انا بعطيك قصة في الميدان اه اصغر شيء هو خاله شير الشايب هو خاله الله يسلمك سلم حالك سالم بينهم سالفة اها وبعدين السالفة تطورت وزعل الخال من بين الخال زعل الخال زعل اها والوالد شوي يعني حار شوي ايوه اه الخال ما عنده يعني عنده عصبية ولا عنده يعني تقول يعني وسيع بال أه. لكن ذيك اليوم ما أعرف كيف قال والد رس طرش الرمزة مع واحد أه. قال شل هاي الرمزة حق خالية وقول له يعني عد الرمزة عليه زين مرسول ملاك بعد هاكل ذي ما بيجل ايش قال الوالد قال في التاسع من الحي بتي الريبة في تاسع من الحي بيبه بهدر وانا بهادر عيمي شوف انت من الحي بتي الريبة بهدر وانا بهادر العيمي ريل انشر الحيل والفحلي دامك الحيل والفحلي وشراعك يا لهين بتي الريبة يا بغلة بهادر العيمي انزين والي الحين الخال يعني حتى يوم معصب بيعصب ايوه حتى يوم متضايق لكن شوف كيف الشعر برغم ان الكلام اللي ياه كلام قوي معناته هذه المداوهين بتوصل انت اها بعدك بتردني بعدك بلهني انزين لكن هو يعني ليش شاعر ميدان يعني عجبه الصياغه صياغه عجبته يعني مهتم بالمعنى مهتم بالمعنى اها قال الخال يعني عاد انا هني نص الرمزه ما احفظه لكن الخال ايش يقول لما دفع ضربته ومع التبريزه لما دفع ضربته ومع التبريزه طحين مع نعيم ينعيني شوف انت لما دفاع ضربته ومع التبريزة طحين مع نعيم ينعيني أنا ما مكسد مع التبريزة علي ندوان الناس ينعيني أنا نص ما حفظه أيوة مع التبريزة مع التبريزة لما دفاع ضربته مع التبريزة الريزة زين
طحين مع نعيم ينعيني العين. أنا ما معتب مع التبريزة إلى ندوة الناس ينعيني العين. رد الوالد الوالد مرد الوالد مرد وطاح عاد بعدين صالحوا هاوة الوالد ما رد عليه لا 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 لأن لا. لأن شاف الكلام شوية عاد بيوصل بعيد هذا خاله ويحترم خاله انت راه ايش يبيروز انا ايوه ويبا كلام وبعدين هذاك اللي شاب الاوليين ما حملوا انضغن ايوه قلوبهم يعني قلوبهم يا الكوس هبي فاخره يا الكوس وهبي عليهم من طلايع نوس البارحة هل الدموع نحوسي ما بمن قصاير عيشتي وفلوسي فلوسي الخير فاضل والخزن متروسي متروسي لكن تبكي عيوني سمحة الحرسوسي لمكلفه بالزود والناموسي كم لخلفت بين الذلايل دوسي دوسي ويما سرت بي والخوالي نعوسي نعوسي لا يعني بالسعد وقصاير متسوسي متسوسي قال له 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 بس 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 قبض راسه بعدك تقول أتعلم قد أتعلم معكم انتو وين أنا الحقكم انتو لكن بعدني بعدك واحدة غيرها قالت قلت له يا حي صبراي طويلة باعي يلي سعى فيه مشتراها الساعي مرفوق عنها البيع ما تبتاعي يما زقرها المكرفون وذاعي وفي مدحها غاعي متسيد المركض يوم الداعي ومكلفة بسمن وعسل ومتاعي أقراعيها عكم مقطاعي ردت عليهم وخلاعي وبالمال ما تبيخل عليها الراعي شوف انت صفراي تنتدع له باعي ويبات سهران الليالي واعي والبوش فيهن من السلال انواعي عصايا الخيرات اسجاعي جاعي الختم صلوا عن النبي الشفاعي يشفع لمن امن برب وطاعي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احنا خلصت حلقتنا شف خاطركم توصونا بشيء انا وعبد الله ورانا بعد المشوار طويل نعم قولها نعم. ورانا مشوار طويل وسامحونا واليوم هذا الذي قدمنا لكم نعم حياكم الله مع